تعريف الأطفال أولا كما قلت لكم. أعرف حقي، قد تكون هذه العبارة حديثة نوعا ما بغض النظر عن المحتوى الذي في خضمه تعريف لحقوق الطفل، ما يرغب في الحياة العملية واختياراته اليومية على صعيد الدراسة واختيار الاسم ومحاور أخرى تذكر لنا. اليوم نفتتح مشروع يهتم بحقوق الطفل، تعريف الطفل بحقوقه عالميا برعاية منظمات عالمية، منها السفارة الألمانية، منظمة بيتا ومنظمات أخرى إن شاء الله، يعني راح يكون بالتعاون معها. هذا المشروع يخص كربلاء وهو في مجموعة من المحافظات. إحنا نتمنى أنه نكون جديرين بإداء هذا الواجب بتعريف الأطفال بحقوقهم وللتمييز بين الحق والرغبة، وكذلك بأنه تعرف الطفل كائن حساس، يتوجب أن تحدد المصطلحات عندما تبدأ بشرح مفهوم معين له. عطلة نصف السنة كما يشاع تسميتها التي استغلت لإقامة هذه الورشة لتأخذ جانب الصراع بما طرح من أفكار ورؤى لتوثيق أحقية الطفل بالعديد من القرارات، وما نلاحظه في الوقت الحالي من أوضاع اجتماعية صارمة ومجتمع شرقي لا يتيح للطفل الحقوق المطلقة. طبعا مثل ما تعرفون أنه التعليم الإلكتروني الآن متوقف، وبعد امتحانات نصف السنة فحاولنا أن نشغل وقت الأطفال في شيء مفيد وهو النشاط الخاص بحقوق الأطفال، تعريف حقوق الطفل بحقوقه والنظر حتى ينظر إليه حتى يحاول يحققهن، هذا هو الهدف من هذه ويطالب بهن بالمستقبل، هذا الهدف من إقامة الورشة. لكن الورشة ذات جنبين حقيقة، بها جانب حزين إنه الأطفال عندما راح يطلعون على حقوقهم وبوسط هذا اللي نعيشه اليوم وضياع حقوقهم وماكو أحد يحقق لهم إياه والأمل في تحقيق حقوقهم، هذا هو الجانب الحزين بهذا الموضوع. أولياء الأمور عربوا عن اعتزازهم بهذه المبادرة الرائعة ويوصلون رسالة للجميع عند الوقت قد حان للتغيير والنهوض بواقع أطفال العراق، فهم قادة المستقبل ومركز التطور في الوقت الحالي. طبعا حضورنا اليوم فد حضور مفرح ومبهج، فد فكرة يعني جديدة تقريبا علينا أنه نجمع الأطفال وننمي عندهم فد مواهب معينة، ويعني نشوف طموحاتهم. دائما عندنا أطفالنا ما يعرف شنو طموحه، فمن تواجه تقول له اكتب طموحك وبدون تدخل ولي الأمر وبدون تدخل واحد أكبر من عنده راح يحكي اللي بداخله. زيادة الوعي لدى أطفالنا واحدة من خطوات التطور، لا سيما وهم قادة الغد وبنات المستقبل. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.